الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويؤكد هذه البشرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول للمؤمن وللمؤمن فقط: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أيها المشيعون، أيها الحضور من أهل الميت وأقاربه، من زملائه وأصدقائه، السلطات المحلية وعلى رأسها السيد والي الولاية وكل الحاضرين، الموت موعظة، كفى بالموعظة موعظة كما يقول الصحابي الجليل أبو الدرداء، وفي رواية كذلك لعمر الخطاب: كفى بالموت موعظة. والموت أيها الإخوة الحاضرون أول منزل من منازل الآخرة، فهي بالنسبة للمؤمن راحة. وقد جاء في الإعجاز الرقمي في القرآن الكريم في تناغم الأرقام، بمعنى أن المؤمن يعمل للدنيا، يعمل لوطنه، يعمل لمجتمعه، يعمل لأسرته، ويعمل للآخرة. ذكر الله الدنيا 45 مرة في القرآن، كما ذكر الآخرة كذلك، وكما ذكر الحياة، وكما ذكر الموت. إننا اليوم نقوم بدفن واحد من أبناء الجزائر البررة الذين قدموا جهودهم وجهدهم لبلدهم ووطنهم في كل المواقع التي كلف بها، وكان يعتبر أن هذه المسؤولية تكليف وليست هذه المسؤولية شريفا، فاختاره الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك، في هذه الأيام، في شهر شوال، واختاره في هذا الشهر، شهر الجهاد، شهر الذاكرة الوطنية، شهر بطولات الجزائريين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو المشيعين إلى هذا العمل العظيم الذي نقدمه للأموات، فيقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فأفضل شيء نقدمه للميت أن ندعو له وأن نصلي عليه وأن نستغفر له بعد أن يدفن، لأنه انتقل إلى مرحلة ومحطة حاسمة، وهي سؤال القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول في هذه المناسبة الأليمة، نقول لأهل الميت وكل الحاضرين: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد ذكر الله تعالى المصيبة في القرآن 75 مرة، وذكر الشكر بالمقابل 75 مرة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واجعل قبره روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم انفعه بعمله الصالح في هذه الدنيا، اللهم انفعه بما قدمه لوطنه وبما قدمه للجزائر وما قدمه من الخير في حياته، واجعله
في الدنيا مع الصالحين ومع المؤمنين، كما قال الله تعالى في سورة يوسف في هذا الدعاء الخالد: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، اللهم الحقه بالصالحين. كما أننا نتقدم بالتحية والشكر لممثل السيد رئيس الجمهورية الحاضر معنا في تشييع هذه الجنازة، نسأله سبحانه وتعالى أن يثبت أجور الحاضرين، اللهم ثبت أجور المشيعين. وقد بشركم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن من حضر الصلاة وحضر الدفن فيرجع إلى أهله إن شاء الله بقراطين، والقراطان هما جبلان كجبل أحد، فأبشروا بهذا الأجر العظيم، وادعوا لهذا الفقيد بالرحمة والمغفرة، ولسائر أهل هذه المقبرة ولسائر المؤمنين والمؤمنات. وآخر ما نختم به سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.